السلام عليكم. دلوقتي نشوف ازاي نعمل عمليات حسابيه في برنامج سكراتش. خلينا الاول نغير الخلفيه، نخليها مثلا حاجه بالشكل دوت، نخلي القط مثلا واقف كده. ودلوقتي هقول له ان انا عايز الحاجه اللي تحصل ديت لما نبدا العمليه، بان احنا بنضغط هنا، واقول له ان هو عايزه يقول حاجه معينه، فهديله اللي هي سي. المفروض هو يقول هلو، يعني اول ما ندوس هنا هو بيقول هلو لمده ثانيتين وبعد كده بتختفي. طيب ممكن اقول له لا، خليها عمليه حسابيه. خلينا نقول له مثلا سينك كده، المفروض بيقول سينك وبعد كده يقول هلو. طيب خلينا نيجي هنا ونقول له احنا عايزين نعمل حسابيه اللي هي مثلا دي زائد دي. تمام، هنقول له مثلا 5 + 5. تمام، ودي هنقول له نكتبها له كده بتسيبه كده. هو بيفكر في المعادلة لمدة ثانيتين وبعد كده يجرب. خلينا نجرب. هو بيفكر دلوقتي 5 + 5 وبعد كده بيقول بتساوي 10. تمام، فدي كده عملية حسابية. ممكن بقى تدي براحتك بقى، ممكن تيجي هنا بدل يساوي تخليها ناقص، تخليها في عملية حسابية ضرب مثلا 5 × 5، وخلي العلامة ديت بدل ما هي زائد نخليها عملية ضرب. تمام، طيب خلينا نفكر كده، 5 × 5 = 25. فبدأ إن هو يعمل العمليات الحسابية. طبعا سينك دي مش لازم، يعني لو انت شفت سينك دي وحطيت بتساوي هيجيب لك الرقم على طول، العملية الحسابية هيعملها على طول. تقدر تعمل مثلا اسمك، ممكن نقول له احنا عايزين مثلا تعمل لي رقم عشوائي من 1 لحد 10، مرات 7، مرة بعدها 9، 4. هو بيجيب رقم عشوائي من 1 لحد 10. طيب ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل عملية مقارنة والنتيجة بتبعتها يا اما ترو يا اما فولس، يعني الخمسة اكبر من 50 ولا غلط، هيقول لي فولس. طيب لو خليت دي مثلا 500، 500 أكبر من 50، يقول لي ترو صح. تمام، طيب ممكن نصعبها شوية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا نخليها اند. يعني ايه اند؟ يعني لازم الاتنين يكونوا صح، تمام، عشان يدي نتيجة صح. دي اهيت، دي اند اهيت، هنحطها في وسط ديت اهي، وبرضو نجيب واحدة تانية اهيت. دي مثلا اقول ايه ان دي 5. تمام، تعالى بقى نحطها هنا، اسحب دي كده اهي. طيب لما نيجي نبدأ ترو، ال 500 أكبر من 5، وفي نفس الوقت أند، يعني لازم شرطين يتحققوا، ال 5 أصغر من ال 50. طب لو خلينا دي مثلا 8، 800 مثلا، هيقول لي فولس، واحدة من الشرطين مش متحققة. طيب عكس أور، اور لو واحدة بس فيهم اتحققت يبقى خلاص، تمام، ترو، لأن واحدة فيهم اتحققت. لو الاتنين غلط هيقول لي ايه؟ ان هما فولس. طيب عندي حاجة اسمها نوت. نوت يعني ايه؟ يعني الشرط لو صح يبقى غلط، لو غلط يبقى صح. ال 5 أكبر من 50 غلط، يبقى يجيب لي ترو.